ودلوقتي هنروح نشوف مع بعض تقرير صورته كاميرا يحكى أن عن تكريم الحاصلين على جوائز النيل والتفوق والتقدير، ونرجع نكمل حلقتنا مع حضراتكم على طول. ما فيش شك ان ده يوم مهم جدا في تاريخ الثقافة المصرية، انه نتذكر الناس اللي خدوا جوائز من سنة 2019 و20 و21 22 و23 و24، فده لا شك يعني مسألة تحمد لوزير الثقافة الجديد دكتور احمد فؤاد هنو، انه تذكروا الناس اللي هما خدوا جوائز من 2019 لكن لم تسلم إليهم أمام الجمهور. طبعا الحقيقة النهاردة عرس ثقافي جميل جدا، ليه؟ لأن احنا من خلال وزارة الثقافة أو من خلال معالي وزير الثقافة بنكرم رموزنا اللي أخدوا أو حصدوا على جوائز الدولة. طبعا زي ما بكرر طول الوقت أنه شيء رائع أنهم يحصلوا على الجوائز، ولكن الأفضل والأهم حتى نفسيا ليهم كلهم ان هم يطلعوا على الستيج ويكرموا من قبل معالي وزير الثقافه. ده كمان بيخلي انه الشباب يبقى عندهم حافز ان هم يبتدوا يشتغلوا على نفسهم، يبتدوا يطوروا من نفسهم علشان الدوله تكرمهم. حين تاتي الجائزه من الدوله فهي يعني تعبير كبير عن شكري وامتناني الى ان الدوله بتقدر عطاء ابنائها، وهذا شيء ليس غريبا على دولة عريقة مثل مصر عمرها 7000 عام. دي حاجة جميلة جدا بترفع الروح المعنوية، ما هو لازم يعني أنتج عشان نطلع حاجة كويسة، وبتبقى شرف لبلدنا وشرف لمصر في كل حتة في العالم. يعني الحقيقة الجائزة دي هي جزء من الجوائز المهمة الكبيرة اللي بتقدمها وزارة الثقافة، واللي بتمثل إنجاز كبير جدا في تقدير يعني الجهود اللي قام بها عدد من المثقفين والمبدعين والمبدعات والمثقفات في مجالات مختلفة. الدولة المصرية التي تكرم أبنائها والتي تعلم أبنائها والتي تتيح لأبنائها أن يعني يواصلوا مسيرتهم سواء كان في الإبداع أو في إدارة المؤسسات الثقافية، ومصر العلامة الأساسية فيها هو الثقافة، هي الثقافة. يعني مصر تاريخها مرتبط بالثقافة عبر 200 سنة. جاي أحيي الحقيقة خطوة الوزير، لأنه هو أعاد مرة تانية فكرة الاحتفال بالحائزين على جوائز الدولة اللي هي كانت اختفت في السنين الأخيرة، وهو كان تقليد عظيم، والمثقف أو الفنان يهمه هذا التكريم أكتر من حتى القيمة المادية أو الميدالية أو كده، لأن ده قدام الناس كلها حالة إشهار لأن أنا نجحت بشكل أو بآخر، وإنه ده تقييم حقيقي وعادل لفني أو لثقافتي. بعد مشوار عمري الطويل ده ربنا سبحانه وتعالى تفضل عليا إن أنا أقعد مع عمالقة القوم من المثقفين، وبعدين بتوجه للشكر للدولة إنها أكرمتنا هذا الكرم العظيم. يعني بتوجه للشكر لمصر الغالية إنها أكرمتنا، وأنا بعد العمر ده والكفاح المشوار الطويل عمر حياتي كلها أجد نفسي قاعد في وسط العمالقة دول.